وفي أهل الدنيا
وليس لجنازة المدى في كل
رجالنا المسكون بالذكر الشرع بعيدون عن الآخرة والأثر يسكتون مسالك الدار يرجون رحمة الله ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مقدورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الآخرة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم